ترجم الذهبي لرجل اسمه عبيدة ابن عمرو السلماني، وذكر فيه عن محمد بن سيرين أنه قال له: وصل إلينا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره من طريق أنس بن مالك، أي محمد بن سيرين يخاطب سامعه بقوله أن شعرة حظي بها ثبت عنده أنها من شعر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن السبيل إلى وصول إلى هذه الشعرة كان عن طريق أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السلماني: قال لأن يكون عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على الأرض. علق الذهبي على هذا القول بقوله: فانظر إلى هذا الرجل كيف عرف معيار الحب الكامل، فجعل كل ما في الدنيا ليس بشيء أمام أن يحظى بشعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ومعلوم أن بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 عاما. ثم ذكر حاله وحال زمانه فقال: فكيف نحن وبيننا وبين النبي هذا الأمد البعيد؟ والله لو حظينا، هو يقول، ثبت لدينا بسند من شعره صلى الله شيئا من شعره صلى الله عليه وسلم، أو من 9 نعله، أو من شقفة كان يشرب منها، أو قلامة ظفر، كل ذلك ذكره الذهبي تباعا، لكان أحب إلينا من كل شيء، يقصد من أموال الدنيا. ولو أننا بذلنا الأموال في شراء شيء من ذلك لما عد ذلك تبذيرا ولا إسرافا. هو يريد أن يوصلك إلى قناعة معينة. ما القناعة؟ هو أراد أن يقول أن الإنسان لو قدر على أن يحظى بشيء مما تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم لحق أن يدفع فيه الأموال الطائلة، ولا يعد هذا إسرافا ولا تبذيرا. وهو يعلم أنه في تلك القرون، قرابة القرن الثامن، لم يكن بين أيدي الناس شيء مما تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا قلامة ظفر ولا شعرة من رأسه ولا شسع نعله ولا غير ذلك. فقال: إذا كان الأمر كذلك فلتنفق الأموال في زورة إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه، المسجد الذي بناه بيده. فانظر إلى الطريقة التربوية الجليلة المشرقة إيمانيا في كيفية أنه حبب للناس القدوم إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول: أنت لو تهيأ لك أن تملك أموالا ثم تنفقها في شيء تلبس بالنبي صلى الله عليه وسلم لما عوتبت ولا ما لامك الناس. إذن هذه الأموال أنفقها في الوصول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده. قال: والوقوف عند حجرته والسلام عليه في بلده صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. ثم قال: والتلذذ بالنظر إلى أحد الذي أحبه. وأحد جبل معروف، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يحبنا ونحبه، قال العلماء تحتمل أنه أراد أهله، أي أهل الجبل وهم الأنصار الأوس والخزرج. وقيل إنه أراد أن القرب من أحد يدل على القرب من المدينة، لأنه إذا جاء من جهة الشمال ودنا من أحد علم أنه قرب ودنا ووصل من تلك البلدة الطيبة، وما قرب من المحبوب محبوب. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الله عز وجل أودع الجبل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، ولا تعارض ما بين القول الثالث وما سلف. فالحديث يتضمن كل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأنصار ويحب كل ما يقربه من المدينة، ويحب الجبل والجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: كما أودع الله عز وجل التسبيح الجبال حتى تسبح مع داود، وأودع الله عز وجل الحجارة الخشية من الله، ربنا يقول: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فكذلك الجبل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. أراد الذهبي بهذا أن هذه الآثار المباركة الباقية الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان في ذلكم كله، كل ذلك يدل على أن الإنسان الذي يعزم على مثل هذه الأمور ويقدم عليها وينفق من ماله حتى يصل إليها، يدل كل ذلك على أنه كان محبا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. فتأمل
كيف علق الذهبي على هذا الخبر بين السلماني وبين محمد بن سيرين بما علق به وسمعته آنفا، حتى يبين لك ما كان في إشراقة روحه أي الإمام الذهبي وعاطفته نحو نبينا صلى الله عليه وسلم.